فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا يختلف بحال هذا الشخص اما اولا فان الاصل في طلب العلم التلقي عن اهله مباشره بالملازمه لهم والجلوس والسماع منهم وهذا امر لا يتمكن منه كل شخص او لا يتمكن منه في كل وقت قد يتمكن في بعض دون في في وقت دون وقت فليتق الله عز وجل ما استطاع وليجعل لنفسه حظا من مجالسه اهل العلم والقرب منهم واخذ العلم عنهم والتادب بادابهم و ما لم يتيسر له من ذلك فلياخذه من خلال الوسائل الحديثه وهذه الوسائل الحديثه حفظت علومًا كثيره واذا كانوا واذا كانوا قديما يقولون يموت العالم ويبقى كتابه فانه في زماننا هذا نقول يموت العالم ويبقى صوته فكثير من العلماء قد ماتوا لكن أصواتهم التي تحمل علوما موجودة فتسمع الآن في دروس علمية للشيخ ابن باز رحمة الله عليه بصوته وغيره من أهل العلم تسمع الدروس التي كان يلقيها والشروحات التي كان يلقيها تسمعها بصوته وما من شك أن من يسمع الدروس العلميه لهؤلاء الاكابر لن يعرض له ما ذكره السائل من شبه او نحو ذلك لان علومهم علوم صحيحه وعلوم راسخه وكلامهم كلام محقق ولا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم فاذا يسر الله لهذا السائل سماعا مستمرا لهؤلاء الاكابر من مات منهم ومن هو حي والاستفاده من علومهم فانه سيحصل باذن الله تبارك وتعالى خيرا عظيما لكن لا يكتفي بذلك بل عليه ان يحرص على الملازمه لاهل العلم بالجلوس اليهم والسماع منهم مباشره والقرب منهم والاستفاده من اخلاقهم وادابهم وتعاملاتهم ويجتهد من ذلك او في الاتيان من ذلك بما استطاع اليه والتوفيق بيد الله